هذا وقد علق محللون على اعتذار الرئيس التركي قائلين إن روسيا وتركيا بحاجة إلى العمل معا لحل الصراعات في سوريا. يواجه كل من الرئيس أردوغان والرئيس بوتين صعوبات في سوريا، فيحتاجان إلى التعاون بينهما لإيجاد حل سياسي لوقف الحرب السورية. ولا أعتقد أن أردوغان خاسر وسينظر إليه باعتباره رجلا يبحث عن حلول عملية، وقد وجدت تركيا نفسها معزولة تماما في المنطقة وعلى نحو متزايد في العالم، وانهارت سياستها تجاه سوريا في السنوات الخمس الماضية. وأردوغان ليس لديه ما يخفيه عندما أقال رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو الذي كان المهندس الرئيسي للسياسة التركية السورية، فيعد هذا مؤشرا للبحث عن حل سياسي في سوريا وخاصة مع روسيا.